تعقد الإدارة الأمريكية ورشة البحرين للحصول على المساعدات غير مبالية بحضور أو عدم حضور صاحب الشأن الأول والأخير ألا وهو الجانب الفلسطيني. مؤتمر سيبحث أساسيات القضية الفلسطينية دون استشارة الفلسطينيين وإلغاء حق عودة اللاجئين ومنع إقامة دولة فلسطينية. فصفقة القرن تتحدث عن كيان يبقى تحت سيطرة إسرائيل وليس عن دولة. موضوع نناقشه مع ضيفنا الكاتب والباحث السياسي معين الطاهر، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أستاذ معين، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ معين. إذا نبدأ من الحضور العربي الباهت في ورشة البحرين مقاطعة الجانب الفلسطيني، ماذا يعكس الحضور الذي أكد أنه سيذهب إلى المنام للمشاركة يوم غد وبعد غد في مؤتمر البحرين الذي يهدف لترويج الشق الاقتصادي من صفقة القرن؟ يعني أنا أظن أولا أن صاحب الشأن الفلسطيني سواء سلطة أو بكل الأطياف الأخرى لم تحضر، وبذلك فهي غائب لكنها حاضرة في المشهد برفضها ذلك. ثانيا أن الحضور العربي هو أيضا حضور باهت. الجانب الأردني على سبيل المثال سيمثل بأمين عام وزارة المالية، أي بموظف بيروقراطي تقني وليس بأي مستوى سياسي حتى لو كان على مستوى سفير. والأردن قالت وزيرة الإعلام بالأمس بأن الأردن ذاهب ليستمع، ومن ثم عندما يعود سيتخذ قرار بناء على المعطيات. كذلك من اللافت للنظر أن حتى التمثيل المصري كان تمثيلا باهتا، نائب وزير الاقتصاد المصري، أي ليس تمثيلا على مستوى سياسي. لذلك أنا أعتقد أن مؤتمر البحرين هو عبارة عن فقاعة كبيرة لكنها انفجرت قبل أن يعقد هذا المؤتمر. لا يوجد ما يشير إلى أي احتمالات لنجاحه، بل لعلي أقول أنه نسخة مكررة عن عشرات المشاريع التي تكررت في تاريخ القضية الفلسطينية. لا يختلف المشروع المقدم في مؤتمر البحرين شيئا عن مشروع البنك الدولي الذي قدم إلى السلطة الفلسطينية، لا يختلف شيئا عن مشروع وزير الخارجية الأمريكي السابق كيري والرباعية الدولية. لا يوجد هنالك أي فوارق بين كل هذه المشاريع التي بالطبع لم ترى النور إطلاقا. أنا أظن يعني على سبيل المثال، أتفضلي أستاذ معين، ولكن التعويل اليوم على دول معينة من قبل الإدارة الأمريكية ألا وهي دول الخليج، من أكد حضورها اليوم السعودية والإمارات، ما هو الدور المناط بهاتين الدولتين تحديدا اليوم؟ التمويل الاقتصادي لصفقة القرن، ولكن بأي اعتبارات؟ ونحن نرى اليوم مسيرات شعبية بأكثر من دولة عربية، نذكر على سبيل المثال للحصر المسيرات التي انطلقت يوم أمس بالرباط واليوم مرتقبة بالضفة الغربية وقطاع غزة تزامنا. نعم، أنا أعتقد أن هنالك رفض شعبي عارم في كل مكان في العالم العربي لهذه الصفقة، ليس لما يتعلق بالبحرين فقط وإنما للصفقة ككل. وأنا أظن أن هذه الصفقة قد ولدت ميتة، لا أظن أن لها أي إمكانية لكي تستمر على الإطلاق. حتى مؤتمر البحرين ودول الخليج، طبعا نحن نعرف أن إدارة ترامب تعتبر أن بعض الدول الخليجية هي عبارة عن بقرة حلوب، عندما تريد تمويلا ماليا لأي مشروع ما فهي تذهب إلى هذا التمويل. هي تعتبر أن هذه الأموال المودعة ليست ملكا لشعوب هذه المنطقة وإنما هي ملك للرئيس الأمريكي ترامب وصهره كوشنر، يتصرف بها كما يشاء. ولكن ومع ذلك يعني إذا عدنا إلى الأرقام التي تتحدث عنها الصفقة فهي أرقام باهتة للغاية. نحن نتحدث عن أولا يعني وقبل أن ندخل في لغة الأرقام، هذه الصفقة تتحدث عن توفير ظروف ملائمة من الطرف الفلسطيني للاستثمار، لكنها لا تتحدث على الإطلاق على أن الاحتلال هو المعيق الأول للاستثمار. كلمة الاحتلال في كل هذا المشروع لا ترد ولا مرة واحدة، ولا في جملة ولا في كلمة ولا في أي مكان من كل هذا المشروع. ثانيا، 50 مليار دولار مقسمة على 10 سنوات، أي 5 مليار دولار، وهي مقسمة بالتساوي ما بين المناطق الفلسطينية والدول العربية المضيفة.
ليس هذا فحسب، بل 25 مليار منها هي عبارة عن قروض، و11 مليار منها مطلوبة من المستثمرين. إذا عمليا لا يوجد هنالك صفقة. أستاذ معين، كما تفضلتم للتو هي تظل مساعدات، بالنسبة إذا سلمنا جدل اليوم أن صفقة القرن ستؤدي إلى قيام كيان داخل دولة واحدة، اليوم تظل قائمة على مساعدات اقتصادية لا تعطي ديمومة بهذا الاقتصاد الذي سيظل مربوطا بمساعدات الدول القيمة على هذه الصفقة، ونذكر خاصة اليوم الإدارة الأمريكية ودول الخليج العربي التي ستمول بطريقة أو بأخرى اليوم صفقة القرن الاقتصادية. أستاذ معين، ننطلق من ذلك اليوم، الاقتصاد هل يتكامل مع السياسة أم يتناقض اليوم بما يخص صفقة القرن؟ نعم، الاقتصاد لا شك يتكامل مع السياسة، الاقتصاد لا يتناقض معها على الإطلاق، لذلك أنا أقول أن هذه الصفقة فاشلة منذ بدايتها. لا يمكن تطوير أي تنمية اقتصادية في فلسطين دون إزالة الاحتلال، دون دحر الاحتلال، لا يمكن ذلك على الإطلاق. يعني مثلا عندما يقولوا بأنهم يريدون أن يقيموا طريقا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يحتاج هذا إلى موافقة الاحتلال. أنت إذا أردت أن تحفري بئر ماء أو أن تشقي طريقا ترابيا في داخل الضفة الغربية ذاتها تحتاج إلى ترخيص وموافقة من الاحتلال. الاحتلال يهيمن على كل شيء ويسيطر على كل شيء، وغير ذلك هو ذر للرماد في العيون. حتى هذه الأموال التي يتحدثون عنها هي ستكون عمليا الأموال المتوفرة بواقع 800 مليون دولار سنويا، وهو ذات المبلغ الذي تقوم الدول العربية والاتحاد الأوروبي بدفعه حاليا للسلطة مقابل ارتهان السلطة للاحتلال الحالي. لذلك أنا أظن أن كل ما يقال عن صفقة وعن اقتصاد وعن تمويل تبين أنه ليس أكثر من سراب وليس أكثر من بيع للأهوام. ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني هو استمرار لهذا الاحتلال وتكريس له دون محاولة لأي تطوير فعلي أو تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود أو من البقاء أو من ما إلى ذلك. وللمفارقة، الجانب المعني الأكثر بما يحضر له بصفقة القرن وبمؤتمر البحرين هو الجانب الفلسطيني، اليوم يقاطع هذا المؤتمر. يعني هذا يأخذنا إلى المثل القائل هناك عرس والعروس غائبة عن الحفلة التي تقام لها. أستاذ، ننطلق من مقال كتبتموه اليوم بصحيفة العربي الجديد تحت عنوان الدولة والدولتان والمشروع الوطني الفلسطيني، تقولون إن ثمة اقتناعا أن حل الدولتين قد انتهى والميل نحو تفتيت السلطة الفلسطينية، وتتوجهون إلى المشروع الشعبي الفلسطيني خاصة. ما الرسالة التي أردتموها اليوم؟ التعويل اليوم هل هو على الشعوب العربية بوجه حكومات أرسلت مفادين ليسوا من الصف الأول ولكنها تشارك اليوم بمؤتمر دعت السلطة الفلسطينية الدول العربية إلى مقاطعته؟ نعم، أنا فقط أريد أن أذكر أنه رغم كل الضغوط الأمريكية التي كانت متوفرة حتى اللحظات الأخيرة، رغم الزيارة التي قام بها كوشنر إلى أغلب الدول العربية، ومع ذلك أسفرت إما عن مقاطعة وإما عن مشاركة عربية هزيلة للغاية، وتقوم الحكومات بتبرير هذه المشاركة بشتى الأعذار. أنا رأيي أن هذا عائد إلى القناعة الكاملة لدى هذه الحكومات، أن أولا أن شعوبها ترفض تماما المشاركة بهذه الصفقة، ترفض الانخراط فيها، تدرك أنها صفقة ولدت ميتة وأن لا أمل لها بالاستمرار أو بالحياة. السبب الثاني في رأيي هو أن لا يوجد هنالك حل حقيقي. ما تحاول الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني فعله هو كسب الوقت لتكريس الاحتلال، لمزيد من الهيمنة على الأرض، لضم المستوطنات، لضم الضفة، لتهجير الفلسطينيين. ما أردت قوله اليوم في المقال أنه لا يمكن على الإطلاق أن تتعايش الرواية الصهيونية التاريخية مع الرواية الفلسطينية والعربية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني. هما روايتان نقيضتان تماما، إما أن تسود هذه الرواية أو أن تسود تلك الرواية، لا يوجد هنالك أي إمكانية للتعايش فيما بينهما. أستاذ معين الطاهر، كمام اليوم كيف يمكن تمرير صفقة القرن في ظل الخلاف الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس؟ على ماذا تعول الإدارة الأمريكية؟ هل التعويل اليوم على حركة حماس، ونأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي كشف عنها بصفقة القرن والتي تخص خاصة قطاع غزة؟
لا أنا أظن أن الإدارة الأمريكية لا تعول لا على السلطة الفلسطينية ولا على حركة حماس. يعني الإدارة الأمريكية تعول فقط على بنيامين نتنياهو وعلى اليمين الصهيوني، ونعلم تماما يعني عمق الروابط ما بين اليمين المحافظ الأمريكي وما بين اليمين الصهيوني الذي يتحكم فعليا في مفاصل عديدة من مفاصل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. حتى ما يقال عن استثمارات في قطاع غزة، استثمارات في الحقيقة استثمارات وهمية. نحن نلاحظ مثلا أن موضوع المطار غير وارد على الإطلاق، أن موضوع الميناء في غزة غير وارد على الإطلاق، أن المشاريع الاقتصادية التي تشير إليها صفقة القرن وهي تتطلب استثمارات أجنبية، وهذا غير ممكن في ظل استمرار النزاعات والحروب وما إلى ذلك في المنطقة، هي استثمارات ستقام في الجانب المصري. المطار الذي سيستخدمه الفلسطينيين هو مطار العريش، والميناء الذي سيستخدمه الفلسطينيين هو ميناء العريش، ليس ميناء غزة ولا مطار غزة. لذلك أنا رأيي أن كل هذا هو عبارة عن ذر للرماد في العيون، على الشعب الفلسطيني أن يتمسك بمقاومته، أن يتمسك بمطالبه بدحر الاحتلال، برفع الحصار، بالمواطنة، بالخلاص نهائيا من وهم حل الدولتين، والتمسك بروايته التاريخية بتحرير كامل التراب الفلسطيني. لا حل أمام الشعب الفلسطيني، أمام نظام الأبرتايد الصهيوني. وأنا أظن أن العالم في السنوات القادمة سيشهد عزلة كبيرة لإسرائيل، وأنا متفائل جدا بأن الشعب الفلسطيني هو على أبواب نصر كبير. أستاذ معين، ما سيكون عليه الدور المصري؟ ونحن شاهدنا قبل أشهر لقاء بين الرئيسين المصري والأمريكي، وقيل وقتها أن الرئيس المصري أبلغ نظيره الأمريكي أن مصر لا يمكنها أن تتنازل عن جزء من سيناء لإلحاقها بقطاع غزة لبناء المطار الذي تسعى الإدارة الأمريكية لبنائه بقطاع غزة. نعم، لماذا؟ لذلك أنا أظن أن هنالك تعديلات طرأت على بعض المشروع المتداول في صفقة القرن. تم الاستغناء عن هذا المطار واستبداله بالمطار المصري مباشرة، بمعنى أن مخدرات قطاع غزة ستكون مرتبطة تماما بالبوابة المصرية، أي أن الحصار الإسرائيلي سيستبدل ربما بنوع من الضغوطات من طرف آخر عربي. هذا إذا كتب لهذه الصفقة أن تمر. أنا لا أظن على الإطلاق من حيث المبدأ أن هنالك أي احتمال ولو بسيط جدا لكي تمر هذه الصفقة. نحن نعلم أن هنالك انتخابات إسرائيلية قادمة، وأن هذا العام سيكون مشغولا بها، وأن الأمريكان لا أعلنوا مباشرة بأنه سيتم تأجيل إعلانهم للجانب السياسي من ما قالوا عنه أنه صفقة القرن إلى نهاية هذا العام. عند نهاية هذا العام ستكون الولايات المتحدة مشغولة بالانتخابات الأمريكية. هذا يعني أن الهم الداخلي الأمريكي هو الذي سيسيطر على إدارة الرئيس ترامب، وهذا بالمناسبة يتوافق مع المخطط الصهيوني الذي كل ما يسعى إليه هو مزيد من كسب الوقت لمزيد من قضم الأراضي وإنهاك الوضع الفلسطيني. لذلك لا حل أمام الشعب الفلسطيني سوى مزيد من الهبات الشعبية، مزيد من الوحدة، نبذ الانقسام، والتمسك بتقديم الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية، والتمسك بالنضال ضد نظام الأبرتايد والتمييز العنصري ودحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية. وإضافة لما قلتمه أستاذ معين، سيكون حدد أيضا مصير بنيامين نتنياهو، انتخابات الكنيسة التي ستعاد، وإمكانية تبوء بنيامين نتنياهو مرة جديدة رئاسة الحكومة داخل إسرائيل. أستاذ معين الطاهر الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان. شكرا لك. شكرا أستاذ معين. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لكم على حسن المتابعة.